مرشح لرئاسة الجمهورية برأيك قوي ولازم يكون رئيس جمهورية بالمرحلة ما بعد الرئيس الشرعي؟ لا، في الأفلام الجدية ثلاث، الوزير باسيل، قائد الجيش، الوزير الفرنجي، مش أقوى ثلاثة مرشحين؟ عندك عن الشخصيات الثانية العلمية والتكنوقراطية في كتير شو. في كتير مرشحين يعني. لا، عم بحكي القوية هلا. القوية؟ ايه. دكتور جعجع. معلش قل لي، الله يخليك، الله يخليك من السجل العدلي، الله يرضى عليك. معلش. ايه. معلش يعني أنا خلي المعرفة الشخصية. عنده جمهور كبير. يا سيدي، وإذا عنده جمهور كبير، عنده جمهور كبير وين؟ عند المسيحيين، عنده عند المسلمين جمهور كبير. عند السنة. عنده جمهور كبير. ايه؟ مرحبا، كيف هالحكي؟ وين ما كان كانوا السنة يساعدوه بالانتخابات. الله الله يخليك. هلا اخر فترة قام ولا ايام العشائر السنية، قام ولا ايام العشائر العربية. طب يجب تسوية مثل الرئيس هون. عم بتقارن هون؟ اللي كم جريمة برقبة الرئيس هون، كم ملف اللي تحاكم فيه وصدر فيه احكام، شو الحكي هيدا؟ ولو صدر احكام يعني ما بتشوفي ابدا. صدر احكام عن قضاء عادل بمستوى خير الله. انا لو غير خير الله محاكمه بتشكك وبتقول قالوا غازي كان عن حاكم. اي غازي كان عن؟ غازي كان عن كان عم بيدخل القضاء. غازي كان عن قالوا لخير الله احكموا ما تحكم. يعني في عندنا عادي خير الله، انا بعرفه كثير ناس بيعرفوا. في عندنا الوزير فرنجية، في عندنا الوزير باسيل، ومين؟ وقائد الجيش. قائد الجيش هول الثلاثه، هول الاقوى. هول الاقوى، مطروحه اسهمهم بشكل قوي اكثر شيء. بين هول الثلاثة أنت مين بتفضلي؟ هلا أنا مش أنا بفضل. لا لا، بدي قيم كل واحد. أنت كنت مرشحة، خليك ثانية، أنت كنت مرشحة للانتخابات، كنت معقول تكوني موجودة بمجلس النواب وعم تنتخبي رئيس. أنا ممكن أنتخب. مين كنت انتخبتي بين هول الثلاثة؟ لا لا، أنا صارت معي بانتخابات المحامين، مش هلا، زمان. يترشح ناس لنقول شيعة، مش هيك؟ ويترشح سنة ويترشح مسيحيين لأنه في حدا بده يكون شيعي يربح وفي حدا سنة. لا لا لا، بدي جاوب بدي جاوب. في حدا يعني أنا بحكم موضوعيا على الأشياء. مرة كان مترشح اثنين شيعة واثنين غير مؤهلين. كان مترشح واحد سنة كتير محترم مؤهل، انتخبت السنة. بعرفوش شيء. يعني أنا بخت خيار وطني دائما. بالخيار أوكي. الوطني. بالخيار تيتي. الوطني. هلا الشغيل كثير بس معود عليك جريئه بس اللي بكلمه واحده لا بدي جاوب بس ما قولي لي الاسم بعدين اشرحي قولي الاسم بعدين اشرحي الوزير باسيل اولا قائد الجيش ثانيا فرنجية ثالثا بالتراتب هيك هيدا الاول هيدا الثاني هيدا الثالث ترتيب عندي لا لك ليش يعني قائد الجيش ما عرفنا بالسياسي كيف ممكن يكون وحتى في مرتبتين في بعض العلامات عم بحكي بين هول الثلاث في بعض علامات الاستفهام حول علاقته بالامريكان. انا عم يحكوا ناس قدامي بمواقع قرار بالبلد، قلت له مش مهم بيعرف الامريكان او ما بيعرف، بدك تشوف طبيعه العلاقه كيف. يعني ممكن انا بشرى الخير تشوفني عادي انا وشارون، بس لازم تقتنع انه انا عم بقنع شارون بعداله القضيه الفلسطينيه، مش هو عم يقنعني يكون معه، كون انا عم بقنع. في اشخاص ممكن يقعدوا مع الامريكان. ما قلت قاعده مع شارون عم بعطي مثل لقرب وجهة النظر. بس معقول تقعد يعني. ايه هو ميت. ايه بجهنم. لا عمين انا عمين السوريري يعني. يعني من مع اي شخص اسرائيلي. عم بحكي مثلا. بس عمول شارون عم تمثيليا يعني. كأقصى احتمال ممكن بشرى خليل بتكره اسرائيل عدم تشوف بعيد لنقول هي مسؤول اسرائيلي كبير بحجم شارون. بس لازم تقتنع انه انا عم بقنعه كيف يكون مع الحق العربي والحق الفلسطيني. مش هو عم بيقنعني يكون معه. اوكي. لما بدنا نحكي نحن عن قائد الجيش ونقول انه هو والامريكان كتير اصحاب، بدك تشوف طبيعه العلاقه. بلكي هو اصحاب معهم هو من خلال شخصه. لا لا، مش كقائد جيش. لا، انه انا جوزيف عون وانت الامريكي، انا بمحله وانت بمحلك. ممكن في قواسم مشتركه وفي اشياء نتناقض مع بعض، في صداقات بتنشا. عندي كتير اصدقاء هيك انا بتنشا، بس هو بمطرحه وانا بمطرحه. يعني ما بتنسحب مواقفي على مواقفه وصر اللي بده اياه. في ناس بامره بخاطرها لامريكا بالسلطه محسوبه وطنيه، يعني في مليانه عندنا بالبلد. بس انا ما بعرف قائد الجيش من اي نوع، يعني انه هو من هيدا النوع اللي ممكن ينحط تحت باط الامريكي ولا لا، بيوقف مع الامريكي كشخص مستقل صاحب قناعات. هيدي اللي قلت لهم انا لناس بعرفهم بمواقع قرار بالبلد، لما بتكون تقيموا قائد الجيش
وتقولوا علاقته بالأمريكان علامة استفهام، لا أفهموا طبيعة العلاقة. بلكي قائد الجيش بتصرف كشخصية مستقلة عنده صداقة هون أو هون، لو بالعم الأمريكي لو مع كبار الشخصيات الأمريكية مواقع القرار، بلكي هو محتفظ بكيانه كفلان كجوزيف عون. ليش فرنجية حطيتيه بالمرتبة الثالثة؟ لقلك مع انه هو وزير فرنجية مقومات شخصية وطنية. بس سألك ليش عم بسألك؟ لأنه هو حليف مثل ميشيل عون لحزب الله، هو عنده تقريبا نفس الخط نفس التوجه نفس التفكير، ممكن يكون أكثر وأقرب إلى سوريا يلي هي حبيبة قلبك، يمكن حتى من الطيار. حبيبة قلبي مش حساب وطني يعني. علي شوي بس أنه أنا يعني بحبش وبكرهش، بس أنت بتحب. أنا مع موقف ضد موقف، أنا مع سوريا كدولة عربية قومية عروبية سند لإلنا، أنا مع سوريا هيك بس مش لدرجة خاصة برئيسي هي. في فرق يعني انا بتقاتل او انه ابني لنقول ببهدل ابني، بس بقبلش ليش بالمرتبه الثالثه، بقبلش عمه يبهدله او خالته تبهدله. ليش بالمرتبه يعني؟ لانه الوزير فرنجي مثل ما قالت علاقته عمقه العربي جيد، علاقته بالقوى الوطنيه بالمقاومه كتير جيده، بس عم بحكي كمقومات شخصيه. بالميزان الوزير باسيل غير شخصية الوزير أعند بالعلم بالمخزون بالقدرة على العمل، بيحكوا عنه بقول بيصير 22 ساعة بال 24 ساعة، بس ما حد يعني ما حدا بيتفق معه. لا ما بعرف بيتفق معه أو يتفق معه. لا يعني. ما إنه ما حدا بيتفق معه. بشو؟ يعني أنت الشخص إذا شككت بالقوى الثانية كل القوى السياسية الثانية ما بيقدروا يشتغلوا معه، الوزير بيصير أقرب من الجميع. الوزير فرنجي سوري الوزير فرنجي اقرب للجميع. هي القصه، ما انا هيدا اللي بضلني زعلاني منه بالبلد، انه قصه تركيب علاقات بين الشخصيات الموجوده بالسلطه، مش بس بالبلد بكل بلدان العالم حكم. لا مش ولا بلد بالعالم هيك، مش كلهم بيبقوا مثلا ولا بلد بالعالم هيك ولا بلد. شايفة شي بلد ناجح غير ما كلهم بيكونوا داعمين الرئيس؟ لا لا، حسب الأنظمة. عندك نظام رئاسي بأمريكا، في شخص الرئيس وفي مجموعة وزراء بيدوروا بفلك الرئيس ومن حزبه. هلأ بيتناقشوا جوا، بيتقاتلوا جوا، بيتناقروا جوا، بتتعدد الآراء جوا، ولكن بالآخر في قرار بيصدر، قرار اللي بيصدر بيوقعه رئيس الجمهورية وبيمشي. هيدا هلا نحن وضع مختلف، عنا نحن تسوية مع مجموعة أمراء طوائف، ما نحن مش شخصيات وطنية لبنانية ولا ممثلي أحزاب، عنا أمراء طوائف بالبلد. نحن ضده، أنا من الجيل اللي ما عاش هاي الحقبة اللي يصير فيها الطائفية الحاكمة، كل عمرنا في نظام حزبي بالبلد، في أحزاب شي يسير وشي يمين ولكن أحزاب. متطوري قصة رئاسة الجمهورية برأيك رح يبقى الفراغ فترة طويلة؟ ما نشوف هلا، ما نوقعش بالفوضى. مع أول ترسيم الحدود يلي صار، تسمح للوزير باسيل يكون هو رئيس جمهورية؟ يعني شيء عكسي هيدا واحدة من الأسباب اللي بدي أقول لك أنا كان. في حدا بلش بمشروع بطول لأنه أعطاهم الخط 29؟ لا في شو إيش بك، خلي الكلام المفيد يعني. ما مش هو عطى يعني حزب الله موافق، كله حزب الله بيخلي باسيل يعطي ما اذا هو شايف انه غره طبخه مكونات طبخه. يا سيدي خلص بلاها، لكان نحن بلا الغاز والنفط، وخلي اذا مش قادر خلينا نعمل حاله. طبعا مبسوطه لانه حفت الهاويه نحن، لانه شعب عم بيموت وخلصنا تهينا دين خانقنا لهون، مصاري فش كهرباء، ولا عربي عم بدق بابك ليساعدك يعني ولا عربي. المفاوض الأمريكي وقت كان مع منى صليبة على الحرة وقال لها بزيادة هالقد على اللبنانية، يعني عم تقولي لي ما عليه، ما سمعت شو صار وما الله يخليك، ما سمعت شو صار وما سمعت شو هيدا. بعرف انه نحن بعد فينا مثل قصة الخط الأزرق، بعد فيه مجال للتفاوض حول ترسيم الحدود، نعمل الخط الأزرق خط مبدئي هيدا، بس مش معناتها نهائي، ما صار خط نهائي هلا هيدا. بس انا لنخلي نحن نموت من الجوع لانه بدها تجي على الاجيال. اجيال مين؟ طب ليش الاجيال بتحكي عنها بس شرط تضل على قيد الحياه؟ ليش الترسيم رح يساعد جبران باسيل للوصول الى رئاسه؟ لا لانه ماسك ملف، كنا مره بايران فعملوا لنا زياره لصحيفه كيهان اللي هي اهم صحيفه رسميه، بيقوم رئيس التحرير بيقول بيطرح موضوع، كان في انتخابات رئاسيه بدها تصير، قال برأيكم مين الأفضل يجي، أحمد نجات اللي هو هلأ رئيس، والله بعرفش من التاني كان مرشح ضده يمكن روحاني أو حد. أنا كانت وجهة نظري كمل أحمد نجات،
قال ليش؟ قلت له لأنه أحمد نجد فايت بالتفاوض مع أمريكا ومع دول أوروبا على قصة هذا الاتفاق النووي، فالمفروض هو اللي يكمله لأنه هو اللي ماسك الوراء، هو اللي بيعرف التفاصيل كلها، هو ماسكه بحذافيره من أول ولايق. هلا لما بيجي بيقولوا لك انه جبران هو اللي ماسك الملف من اوله لاخر، وكان حد الرئيس عون او في ظل الرئيس عون لما مضى الرئيس عون او انجز هذا المشروع المهم العظيم والحيوي لمستقبلنا، بيسوى هو يكفي فيه. لانه انا بصراحه شعري بالخطر على الاتفاق، انه اذا صارت الفوضى اسرائيل بتنسوا هذا الاتفاق، واذا علقنا مشاكل امنيه بالداخل مع بعضنا، يعني فتنا بحرب الداخل، ما عادش نقدر نحارب اسرائيل. اسرائيل بتنتهزها فرصه لحتى تنسوا في الاتفاق. هيدا بده يكمل، من بده يرعاوي حافظ مثل الحدود، حررناها بس بدنا نحميها. بندقيه حزب الله طالما هي موجوده، طالما الحدود محميه، هلا يبطل في بندقيه حزب الله؟ طالما هي موجوده، طالما في على لبنان غضب. غضب من مين يا عم؟ يا عم حررت أرضها. لا أيه يلا هلا يدوروا على حالهم بأوروبا، يعني هلا بلش العد العكسي إلون، والغرب بلش بده يقفل نجمه وطالع الشرق، ومختلف الأمور كتير. مسائبة نحن بهاي لحظة التحول التاريخي، بدنا موطئ قدم لننقذ حالنا. إجت والله لحظة تاريخية، إنجاز تاريخي اللي عمله الرئيس عون وحزب الله. هذا الإنجاز تاريخي. هيدا امبارح السيد حسن ساير الكل، قال مئات له دور، والرئيس بري له دور، ومدري ما حداش له دور، في الرئيس عون والسيد حسن هون اللي لهم دور بقصة هيدا الانجاز. الباقي كله هيك يعني، وصح لنا يفنشوا كانوا فنشوا. هيدا انجاز تاريخي، انت بلحظة تاريخية مفصلية، العالم فيه تحولات ضخمة عم بتصير بالعالم، بتعرفش راس العالم على اي مخدة بده يكون بعد كم سنة. اجت قطفتها انت باللحظة المناسبة، استفدت من الظرف التاريخي، لحظة سانحة بالتاريخ، قطفتها لقطتها ومسكتها وجيرتها لمصلحة البلد، والله حرام نطعم فيها، حرام. هيدا اللي قدرت تحصله هلا 29، بلكي بكره حررنا كل فلسطين من اسرائيل، بنتفاهم نحن والفلسطينية على حدودنا، بناخذ 29 يعني، انت ليش قلقان على المستقبل هالقد يعني؟ بعدها بنحكي عن اسرائيل قوة عظمى، ما عادش قوة عظمى اسرائيل. بطلت قوة عظمى، بلش العد العكسي عم بيقرا تاريخ بيعرف. لكن لشو عم يطبعوا مع الدول العربية؟ لأنها هيك عم بتحاول تنقذ حالها اسرائيل. الدول العربية من اين ما بيعرفوا يشتغلوا سياسي؟ لو بيعرفوا يشتغلوا سياسي كانوا صاروا مثل كوريا هلا، كانوا صاروا مثل ماليزيا هلا. العرب بيعرفوا يشتغلوا؟ ما بيعرفوا. لا فرجيني شي دولة صناعية عظيمة بالدول العربية، كانت سوريا نهضة عظيمة ضربوها.